نادر الأسواني؟ ايه ده؟ أنا ساكن فين؟ 18 شارع المغربي مصر الجديدة؟ بطاقتي ايه؟ 0117. يعني انا ابص في خلقة اي حد اعرف منه اسمه امه ايه وعياله كده؟ بالظبط كده. يعني انا ممكن انزل اي حاجة من اي كمبيوتر في الدنيا للشريحة بتاعتي؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش لسببين. السبب الاولاني، لو حملنا زيادة عن اللزوم على الشريحة ممكن تعمل عملية مسح عشوائي لأي حاجة في مخك، عشان كده لازم أكون أنا المسيطر الوحيد على التحميل ده. والسبب التاني وده الأهم، حق الاختراع. خليك دايما معايا في المتابعة. متابعة؟ وأنا معاك متابعة؟ أنا هأحبل ولا ايه؟ البس يصبر عرضك. ما تقلقش، عشان يبقى بنظام مضمون. ايوه، انا نزلت لك برنامج ويندوز بالكامل وشويه قوانين يساعدوك في شغلك، وهنزل لك باقي السجل المدني كله. بيتهالي كده كفايه النهارده. ولو حسيت باي ربكه اتصل بيا فورا. اي ربكه؟ من انهي ناحيه بقى؟ في الشريحه يعني. ايوه، هيحصل ايه؟ يعني لو طلبت لخمة، لو حصل أي مسحة، كلمني على طول. أكلم حضرتك؟ أيوة. و حضرتك اسمك إيه؟ أنا كنت متوقع السؤال ده، بس مش لدرجة إنك تنسى اسمي. شفت بقى لما حذرتك إن التحميل الزائد على الشريحة بتعمل مسحة عشوائي؟ خليك معايا في المتابعة، اتفقنا؟ خلاص اتفتقنا. ازيك يا عم حنفي؟ نعم. الله، مش عم حنفي المخبر برضو؟ انا لا اسمي حنفي ولا انا مخبر، انا شحات اداري وعلى باب الله. ده انا حتى ما اكلتش بقالي 3 ايام، وانت عارف يعني كده بقى. يعني كده بقى يعني حنفي بالروس عطيه، ساكن في 17 شارع المراحيض الدور التاسع، ومخبر في اسمه بلاء الدكرور، رقم البطاقه 0150201. يا نهار اسود. ولا المخبر هو اللي بلغ علينا. مخبرين خربطوه حتى حتى خربطوه حتى حتى. فرندا لنحن وصلي، والأكل في الزمان ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. عم فوزي، عم فوزي، عم فوزي، عم فوزي،
صباح الخير عم فوزي. صباح النور يا ابني. يلا لقمه لقمه هنية تكفي 300. انا عارف ان انت وحداني في قلب المغاره اللي انت قاعد فيها دي. والله يا ابني بقالي اسبوع ما اكلتش. انت ولادك خلاص ما بيقولوش يسالوا عليك خالص كده؟ ولا تليفونات ولا اي حاجه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اطفح بالهنا والشفا. يا زبطي؟ انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين الولاده دي؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل. مرات انا؟ يا نهار اسود. يا دكتور شواف اسمعني. أبا ما تسمع يا اسطى، انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي، كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصل في الحكايه يعني. طب الله يخليك، الموضوع ده هيحصل تاني يعني؟ ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى، سلام انت. ايه نوجع؟ ايه عايز عيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاكرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي، قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه، اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. انت يعني ايه اشرف؟ لا انا غريبه قوي. اوعى الشنطه، اوعى الشنطه، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يلا ولا اعرف انا باخد. اوعى الشنطه. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله المؤاخذة يا اشرف. ازيك؟ الحمد لله يا اشرف. انت خضتني. معلش معلش. اصل انا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيها؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترفع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترفع. نعم؟ أنا اللي هقف في ساحة الفضاء العالي وأقوم بالمرافعات. يا ريت، إيه اللي غير رأيك كده؟ يا ده إحنا ليه عرقنا إحنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش إحنا عرقنا إحنا أولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في إيدك مني كحيانة تروح قافش مني مياية.